تقفل النمطية الإنسان ولو كان ملكا يملك كل شيء. يقودنا هذا الحديث عن النمطية، كيف كان الحسن الثاني يحاول الانسلاخ عن نمطية الملك وأن يعيش إنسانا عاديا يتجول في الأسواق والشوارع والمدن ويتحدث مع أناس عاديين، نساء ورجالا وأطفالا وشبابا. في هذا التقرير التاريخي نكتشف كيف كان الحسن الثاني يتنكر في هيئة عجوز يطرطر مع الناس ويتحدث إليهم. وبالموازاة نتعرف لماذا كان يحب أن يقوم بهذه الأفعال. ابقوا معنا، لا تذهبوا بعيدا، دعموا القناة واشتركوا فيها دعما لهذا المحتوى. على بعد بعض عشرات من الكيلومترات من مدينة فاس، وبالتحديد في مدينة إفران داخل عمق الأطلس المتوسط، يملك الحسن الثاني قصرا شيد بطريقة معمارية غريبة، لذا فقد لقبه خفية بعض المحيطين بالحسن الثاني بقلعة دراكولا. القصر ليس شاسعا كما أغلب القصور الأخرى، لذا فإنه كان على الخليلات أن ينمن 4 أو 5 في الغرفة الواحدة، بينما يقيم الأمراء والأميرات على مقربة من القصر في فيلاف، ذلك لأن الحسن الثاني كان حريصا على إخفاء سلوكاته الحميمية. كان الحسن الثاني يشعر في مدينة إفران بالأمان، حيث إن قصره ذا اللون الرمادي المشيد على سفح الجبل بعيدا عن أي طريق مهمة في الجوار تحيطه السرية ومن السهل حمايته. وفي ذلك القصر عقد الحسن الثاني لقاءه الشهير مع رئيس الوزراء الإسرائيلي الأسبق شيمون بيريز سنة 1986. كان يفضل تلك المدينة الصغيرة بسقوفها المنحدرة، حيث كان يحلو له أن يضع لحية مستعارة على ذقنه ويرتدي بنطلونا باليا ويضع نظارة غامقة ويستند على عكاز ليتنكر في هيئة رجل مسن، ثم ينزل إلى المدينة ليطرطر مع سكانها. وانطلاقا من إفران كان الحسن الثاني يلف في المنطقة، حيث لا يشاهد في محطة التزلج بمشليفن، بل يفضل عليها مواقع المياه المعدنية والأحواض المائية الغاصة بالسمك. وحينما كان يذهب عند بداية الظهيرة لاصطياد سمك ترويث أو للتنزه أو للعب الورق مع أصدقائه الحميميين، فإن المنطقة المجاورة تكون محرمة على أي كان لا ينتسب للقافلة الملكية. أما فيما يتعلق بالخليلات اللواتي يتم نقلهن بواسطة حافلات مجهزة بشكل جيد، واحدة منها كانت عبارة عن هدية من أمير سعودي مجهزة بمصعد داخلي، فإنه لا يكون عليهن سوى أخذ ثقل انتظارهن بالصبر حتى حلول آخر النهار، فحينها فقط يعلن الملك العودة إلى القصر. الحسن الثاني كان يحب أيضا الإقامة في مراكش، فهذه المدينة تكون رطبة وجافة في الشتاء، وهو طقس يناسبه، ويملك في عين المكان إقامتين فخمتين، القصر الملكي وإقامة الجنان في قلب النخيل بمعزل عن الأنظار، وهناك تتكدس أكوام الهدايا التي منحت له على مدى الفترة الطويلة التي استمر حكمه. قبل ما تخرجوا ما تنسوش تابوناو في لاشين يوتيوب وبارتاجيو الفيديو مع أصحابكم في مواقع التواصل الاجتماعي، وما تنسوش ديرو جيم.